بكرة بتشوفي الخنقة، ما عاد يتركونا بحالنا أبدا، وراح يألفوا قصص تانية. يوم نهال عم تشتري غراض، ويوم طلعت مع مدري مين، ويوم ما بعرف شو. حبيبي طول بالك. بالأساس وضع البنت حساس، نحن مو ناقصنا هالشي أبدا، ما رح نقدر نتحمل. عم بتكبر الموضوع كتير، بكرة بيكذبوا الخبر والناس بتنساه مع الوقت. طبعا إذا مهند بيك ما عاد يعملنا مشاكل. هالولد عديم المسؤولية وما بيفكر بشي. يعني لو قلنا إنه صار معه هيك كنا أخذنا احتياطنا. قال التقوا مع بشرة بالبار، بس ما قال لي إنه تقاتلوا. الله يخليك بكفي، مهند بكرة رايح، وبس يروح بينتسى كل شي وبتكون المشكلة كلها انحلت من أساسها. آسف حبيبتي، القصة مو سهلة أبدا. بعرف حبيبي، بس أنا عم أحكي من شانك. أنا كتير بحبها لنيهال. بعرف، وأنت كمان. وأنا بحبك. الله لا يحرمني منك حبيبتي. رح شوف نيهال، بدي اطمن عليها. هلأ برجع. ليش جاية لهون؟ بدي أحكي مع عدنان بيك. عدنان بيك نايم. سمار؟ بشير كان بده يحكي مع عدنان، قلت له انه نايم هلأ. اليوم اتصل مع عمي على الشركة. هو يلي شافنا، وإلا ليش رح يجي بنص الليل مشان يحكي معه؟ لا تخافي، أكيد بده يحكي معه مشان وضعه. ليش واثق كل هالقد؟ بلكي بده يحكي من شاننا. حبيبتي خلص، لو شافنا كان قاله من زمان. ما بعرف، أنا رح جن أعصابي انهارت. عم تجهز حالك؟ اي حجزت، وبكره الصبح مسافر. قد ايه بدك تغيب؟ ما بعرف، بس اكيد ما رح طول، لاني مستحيل اتحمل. وأنا كيف بدي أتحمل غيابك؟ مهند؟ أه؟ شو عم تساوي هون؟ إيه، ما بكفي البهدلة اللي أكلتها من عمي، جاي سمر لحتى تكملها. هالمشكلة ما لازم تستخف فيها يا مهند. بعرف نيهال عم تطلع معك وانت المسؤول عنا، شلون بتخليهم يحكوا عنا بهاي الطريقة؟ بترجاكم خلونا ننهي الموضوع. عدنان ما رح يرتاح قبل ما تنتهي المشكلة، تعرفي ما بدي حدا يزعله. هلا انت مسافر عن جد؟ مهند بيهرب ما؟ أنا عم بعمل هذا الشيء مشانك. هلأ بدي استناك لترجع مشان أقدر أطلع بالليل؟
عم تتهموني بعدم المسؤولية، تفضلي شوفي. طيب هلا ما عاد نقدر نطلع مشاوير مع بعضنا؟ طبعا رح تطلعوا، بس المسألة بدها شوية وقت لحتى تنساكن الصحافة وأبوك يهدى شوي كمان، ماشي؟ يلا خلينا نطلع مشان ننام مهند، بكرة الصبح عنده سفرة. بكرة الصبح بشوفك، أكيد ما رح تروح بكير. إن شاء الله. يلا نيهال، تصبح على خير. وأنت بخير. تصبح على خير. تصبحي على خير. وأنت بخير. شلون إلك قلب تساوي هيك؟ عم تستغل ضعفها؟ أنت شو عم تقول؟ لسها بنت صغيرة، مو حرام عليك؟ مو حرام؟ عم تستغل مشاعرها لنهال؟ شو قلت؟ شفتك وأنت عم تبوسها لنهال؟ أنت فهمان الموضوع غلط. نهال بعتبرها مثل أختي، وهي كانت مبسوطة لأني رجعت. حضننا بعض. إيه شو فيها يعني؟ قلت لك نهال مثل أختي، مو مثل مالك عم تفكر. أنت شلون عم تقدر تكذب على خطيبتك وعن نهال وعمك؟ شلون بهالبساطة تقدر تضحك عليهم؟ كفي بشير، انت مجنون شي، شلون بتفكر بهالطريقة؟ افكارك الغبية هي خبية لإلك. الله اعلم شو بيصير اذا عرف عدنان بيك. اسمعني، هالتفاهات ما بدي حدا يسمع فيها، فهمان؟ وإلا روحك بطالعة.
Thank you.